خالد عمري 10 سنين مقيم تركيا كمان صف الخامس. أنا أول يوم خفت في مدرسي، بس ثاني يوم صرت أروح صرت ألعب أدروس، بعدين حتى تعودت على المدرسة صرت على صفي. أنا اسمي علياء، عائلتي مكونة من 9 أشخاص، أنا وزوجي طبعاً وعندي 7 أطفال وعايشين مع بعضنا يعني الحمد لله رب العالمين. عندي محمد وزهراء، ومحمد عمره شي 14 سنة وزهراء نفس العمر لأن هن نتوم. هلا أول ما وصلنا ما حدا يعرف يحكي تركي، وبعدين سجلتهم بالمدرسة، بالمدرسة هن نتعلموا يعني، والولد بيبقى مخه نظيف يعني فورا بيستوعب أي لغة. أنا اسمي محمد، عمري 16 سنة، مقيم بإسطنبول، يعني بساعد إخواتي بالمذاكرات والتعليم وبفهمهم مثلا طريقة الدراسة وهيك شغلات. بالنسبة لخالد يعني بتمنى بس يكبر يطلع دكتور، يأمن مستقبل مثلا لقدام، يفكر في حياته وش كيف يشتغل. أنا اسمي زهرة، عمري 16 سنة، خالد نفسه بالمدرسة كويس، وولد اللي يكبر حب يصير مهندس. İsmim Durmuş Türk. Türk Kızılay İstanbul Toplum Merkezi Anadolu Yakası biriminde 2 senedir sosyal çalışmacı olarak görev yapmaktayım. Herhübe ailesiyle tanışmamız Temmuz ayında gerçekleşti. Mart ayında ve Mayıs ayında okula devam etmedikleri tespit edilen ailedeki 3 çocuğumuzun okul idarecilerin ve ailenin de işbirliğine açık olmasıyla birlikte okula devamlılıkların sağlanmasına dair vaka çalışması süreci yürüttük. UNICEF ve Türk Kızılay ortaklığında sürdürülen şartlı eğitim yardımı programıyla öğrencilerin eğitim hayatının sürdürülmesi, eğitime devamlılıklarının sağlanması ve farklı uyruklu öğrencilerin eğitime dahil olması noktasındaki çok önemli projelerden biridir. هلا وقت هن بعثوا لنا رساله انه اذا بتعلموا اولادكم يعني وبتخلوني يروحوا على المدرسه بانتظام يعني انه في لهم مساعده ماليه. اول تواصل تم مشان خالد على ما اظن، انه قالوا لي انه عم بيروح على المدرسه ما عم بيروح، قلت لهم انه هلا ما ببعثه يعني مشان هالوضع هذا الصعب لاني ايه. وبعد منه قالوا لي انه بدنا اياه، بدنا نعمل معه مقابله يعني، بيسأل بكل اتصال بيسألوني عن حدا يعني، يعني عم ببذلوا جهد كتير كبير.